بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة. الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، والواقع شاهد بذلك. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في المصائب، ما يصيب المسلمين من المصائب أكثر مما يصيب الكفار، وذلك لأن المسلمين يمحصون بالمصائب ويطهرون بها، وأما الكفار فإنما هي زيادة عذاب لهم، والمسلمون يقتصر عقوباتهم في الدنيا، أما الكفار عقوباتهم والعياذ بالله في الآخرة. فلذلك تقل عقوباتهم في الدنيا ويمتعون فيها. وأنتم ترون الآن الكفار ما عندهم من القوة ومن الأموال ومن الحضارة ومن متاع قليل، وليس لهم عاقبة إلا النار والعياذ بالله. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. الأصل الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، والواقع شاهد بذلك. وكذلك: ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير. ما يصيب الأبرار جمع بر، وهو التقي العابد من البر. الأبرار مأخوذ من البر. ما يصيبهم أكثر مما يصيب الفجار، لأن ما يصيب المؤمنين يخلصهم الله به من عقوبة الآخرة ويطهرهم به، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب. نعم، المسلمون مصائبهم مقرونة بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن ما أصابهم فهو في صالحهم، يمحصهم الله به ويخلصهم من ذنوبهم، فهم تقر أعينهم بذلك ويصبرون على ما يصيبهم، لأن الله يسليهم بما أمامهم من النعيم ومن الجزاء الذي لا تتصوره العقول، خلاف الكافر ليس له مستقبل إلا النار. المسلم له مستقبل في الآخرة يؤمله ويرجوه وتقر عينه به، وأما الكافر فليس له مستقبل إلا النار والعياذ بالله. نعم.
أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب. نعم. وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤونته. نعم، الصبر يخفف عنهم ثقل الابتلاء. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة تعينهم على المصائب. إن الله مع الصابرين. معية هذه المعية معية رحمة ومعية نصر وتأييد، معية خاصة. نعم. وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤونته، فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء. نعم. والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم. نعم، ليس لهم في صبرهم أجر، وليس في صبرهم له عاقبة، فهم كالبهائم. نعم. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا إي لا تضعفوا ابتغاء القوم الكفار بقتالهم وما ينالكم في القتال من المشاق، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلمون يصبرون، أعطاهم الله الصبر الذي يغطي ما يصيبهم من الآلام. نعم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. تكونوا أيها المؤمنون تعلمون أي تتوجعون، فإن الكفار يعلمون كما تعلمون، وهم لا عاقبة لهم إلا النار، فهذا الألم الذي يصيبهم مقدمة لألم أكبر منه في الآخرة. فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الذي يسلي المؤمنين أنهم يرجون العاقبة الحميدة، وأما الكفار فليس لهم عاقبة إلا النار، ليس لهم عاقبة تسليهم وتصبرهم. نعم. وكان الله عليما حكيما. وكان الله ولا يزال سبحانه وتعالى عليما بكل شيء، حكيما فيما يأمر به وما ينهى عنه وما يشرعه حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. الله حكيم له معنيان: من الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، هذا واحد. الثاني أن الله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى متقن للأشياء، من الإحكام والإتقان، حكيم من الإحكام والإتقان. نعم. فاشتركوا في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. اشتركوا في الألم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اشتركوا في الألم، لكن امتاز المؤمنون بأنهم يرجون من الله من المستقبل الطيب ما لا يرجون، أي ما لا يرجوه الكفار، لأنه ليس أمامهم إلا ما هو أشد وأنكى وهو العذاب المتواصل والعياذ بالله.
نعم. الأصل الثالث أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان. الثالث الأصل الثالث أن المؤمن إذا أوذي في الله أوذي نعم إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. نعم، أنه المؤمن إذا أصابه شيء وآلمه شيء فإنه يتسلى ويتحمل، لأنه يرجو من الله سبحانه وتعالى العاقبة الحميدة والنصر في الدنيا والعاقبة في الآخرة. نعم. وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لا بد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤونته ومشقته وتبعته. نعم. الأصل الرابع وتبعته. وإذا كان لا بد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤونته ومشقته وتبعته. نعم، فالمؤمن إذا أصابه ما يؤلمه فهناك ما يحمل هذا الألم عنه من وعد الله جل وعلا بنصره وبوعد الله بجنته وبوعد الله جل وعلا بما عنده من الخير للمؤمنين، فالمسلمون تقر عيونهم بذلك ويصبرون على المصائب، يصبرون عليها لأنهم يترقبون الفرج من الله عز وجل. نعم. الأصل الرابع أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك، فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه. إذا تذكروا هذا أن الله جل وعلا يمتحنهم لا ليهلكهم ويدمرهم، وإنما ليذكرهم بخطئهم ليتجنبوه، يربيهم سبحانه وتعالى، ثم تكون العاقبة الحميدة والمستقبل المشرق. المؤمن يتحمل ما يصيبه إذا تذكر هذا. نعم. الأصل الخامس أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان في الظاهر بخلافه. نعم، ما يصيب المؤمنين ينجبر بما لهم عند الله عز وجل، وهذه المصيبة يجرون عليها ويخلصهم الله بها من خطاياهم ومن خطائهم، فهي في صالحهم. إذا تذكروا ذلك هانت عليهم المصائب، وتذكروا أن الله لا يصيبهم لأنه يبغضهم، وإنما يصيبهم لأنه يحبهم، ومن محبته لهم أنه يخلصهم من ذنوبهم ويمحصهم ويدخر لهم الأجر والثواب الذي يجدونه. ولا شك أن الدنيا دار كدر، حتى وإن أعطي الإنسان فيها
ما يعطى من النعمة ومن إلا أن ما في قلبه وخوفه من المستقبل يكدر عليه هذه النعم التي هو يرفل بها. نعم. أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم النعال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم. الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين كلامه يشبه كلام الأنبياء، كلامه يشبه كلام الأنبياء، لأن الله أعطاه هذا العلم النافع، فكلماته كلها تنضح بالخير، من ذلك هذه الكلمة. نعم. يقول قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال، إنهم أي الكفار، إنهم وإن هملجت بهم البراذيل وطقطقت بهم النعال فإن ذل المعصية في قلوبهم. المظاهر ما تكفي، الكلام على القلوب وطمأنينة القلوب ونعيم القلوب، فهم ذل المعصية في قلوبهم، فإذا كانوا ذل في قلوبهم فإنهم لا يجدون لذة من هذه النعم وهذه المظاهر وإن تظاهروا بها. المؤمن في خير حتى وإن كان ليس بيده شيء من الدنيا، هو في خير وفي نعيم، هم في خير وفي نعيم، حتى قال بعضهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. قلوبهم عامرة بالإيمان بالذكر بالطاعة، منورة بنور الله، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح هذا قلب المؤمن، هذا قلب المؤمن فيه نور، أعطاه الله النور في قلبه حتى أصبح قلبه مثل المصباح في المشكاة، يعني في الكوة الضيقة التي تجمع النور، تجمع النور حتى يكون قويا. هذا كذا قلب المؤمن، شبهه الله سبحانه وتعالى كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا قلب المؤمن وما فيه من الإيمان واليقين والعلم النافع، وإن لم يكن بيده شيء من متاع الدنيا وحطامها فهو في عيش طيب ولذة ونعمة وإن كان خالي اليد، خلاف الكافر لو جمعت له الدنيا ومظاهرها إلا أن قلبه خائف وجل من مستقبله، يعلم أن له مستقبل سيء، هو عاقل يعلم هذا، لا يتلذذ بالمظاهر، وإن أعطيها وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم النعال ذل المعصية في قلوبهم. يقول الحسن رحمه الله: نعم، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أي نعم، أبى الله سبحانه إلا أن يذل من عصاه، فهو ذليل الكافر، وإن كان عنده مظاهر وعنده قوة ظاهرة لكنه ذليل في قلبه. نعم. الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته. من صالحه
هذا الأصل أيضا أن ما أصاب الله به المؤمن هو دواء له، يمحص الله الذين آمنوا فهو دواء، وإن كان فيه مذاق يعني مر مثل الدواء، الدواء يكون فيه مذاق مر لكن عاقبته طيبة، يعالج المرض ويقوي الجسم، فما يصيب المؤمن مثل الدواء، وما يصيب الكافر والعياذ بالله هلاك عاجل وذل عاجل. هذه فرق بين المسلمين وبين الكفار لو تأملنا هذا. بعض الناس يغتر بما عند الكفار من القوة ومن الصناعات ومن المناظر الجميلة ومن الحضارة، لكن ما ينظر في العواقب. وش عاقبتهم؟ عاقبتهم سيئة، ما تنفعهم هذه الأشياء. العبرة بالعواقب. والمؤمن وإن ناله فقر وناله حاجة وناله فهو راض بما عند الله مطمئن، وإن لم يكن في يده شيء. الإيمان هو التجارة، وهو النور، الإيمان الذي في قلبه. نعم. أن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم إن ما يصيبه فهو دواء له من الآفات والأمراض، دواء. نعم. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن بين شاكر وصابر، شاكر على النعمة وصابر على البلية، صابر شاكر صابر، هذا المؤمن ولله الحمد. فهو في نعمة وفي خير في حياته وبعد مماته، هو في خير متواصل من الله جل وعلا. وإن لم يكن بيده شيء من الدنيا ومتاعها فإن الله قد يحجبها عنه، لا لأنه يبغضه، لكن يحجبها عنه لمصلحته، لئلا يغتر بها أو تلهيه عن طاعة الله عز وجل، أو يحصل عنده كبر أو نحو من ذلك. حكم عظيمة فيما يصيب المؤمن في هذه الدنيا، أنه خير له، وإن كان ظاهره أنه مؤلم فهو خير له. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. القتال كتب عليكم، يعني فرض عليكم القتال، قتال الكفار، وهو كره لكم، لأن فيه سفك دماء وفي جراح وفي خوف لقاء للعدو، لكن هو خير، وهو خير لكم، يكف الله به عنكم أعداءكم، يكتب الله لكم به الأجر، يرفع لكم به الدرجات في الجنات. إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، للمجاهدين في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر، والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. يعني القاعدين وعدهم الله من المؤمنين، وعدهم الله بالحسنى،
والمجاهدون وعدهم الله، وما وعد الله به المجاهدين أكثر وأكثر. نعم. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته، ولهذا فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. تمام نصره ينصره الله به مستقبلا، نصره وعزه رفعته، لأن الجهاد يعز الله به المؤمنين ويرفعهم على الكافرين. نعم. وعافيته يعافيهم به من شر الكفار ومن آفات كثيرة. نعم. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأقرب إليهم فالأقرب، يبتلى المرء على حسب دينه. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، تليهم الله عز وجل لأجل يرفع من درجاتهم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل حسب الإيمان. فالمؤمنون على خير، إن أصابتهم سرا شكروا، وإن أصابتهم ضرا صبروا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له عجب، إن أصابته سرا شكر، وإن أصابته ضرا صبر، فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. نعم. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، طهره الله منها بما أصابه، يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، لأن الله غسلها، غسل الخطايا بالمصائب التي تصيبه. نعم. الأصل السابع، أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. ما من أحد إلا حتى البهائم هذه الدنيا يصيبها ما يصيبها من الأمراض والأسقام والجوع والعطش، فكيف ببني آدم؟ يصيبهم أشد. الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليست دار نعيم، دار ابتلاء وامتحان. نبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. نعم. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، والنفع عن الضر، واللذة عن الألم، لكان ذلك عالما غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر، والألم واللذة، والنافع والضار. نعم. لو نعم الناس كلهم في هذه الدنيا وأعطوا ما يريدون وكف عنهم ما يكرهون، ما تميز المؤمن من الكافر. الله يريد ليميز الله الخبيث من الطيب، يجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه جميعا يجعله في نار جهنم. الله يجري هذه الابتلاءات والامتحانات على العباد ليتميز المؤمن الذي يصبر ويرضى عن الله من الكافر الذي يجزع ويسخط ويكره هذه الأمور التي لو صبر عليها كانت في صالحه. نعم. وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، كما قال سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. من المؤمنين من يعمل الأعمال الصالحة ويجاهد في سبيل الله ولا يترك مجالا من الخير إلا ويفعله، ثم يموت ولا ينال من جزائه شيء. ليه؟ لأن جزاءه في الآخرة أو جزاءه في الدنيا، جزاءه في الآخرة. والله أحكم الحاكمين، لا يمكن يضيع عمل عامل. فإذا لم يعطى المؤمن شيئا في هذه الدنيا وهو رجل عامل مطيع، فهذا لأن الله ادخر له أجرا أجره في الآخرة. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. كثيرا ما يرى المؤمن يجاهد ويتصدق ويعمل ويعمل ولا ينال شيء من أجره، لأن الله ادخره له في الدار الآخرة. نعم. ويرى الكافر والمشرك والفاسق يعمل الأعمال الخبيثة ولا يناله عقوبة في هذه الدنيا، لأن الله ادخر عقوبته في الآخرة. هذا دليل على البعث، هذا من أدلة البعث، أن الناس يعملون في هذه الدنيا وفي الخير وفي الشر ولا ينالون من أجورهم شيئا، والله لا يظلم أحدا، دل على أن هناك دارا أخرى فيها الجزاء. نعم. الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل، فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤالهم ونصرهم على أعدائهم وسؤالهم نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. تلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس مرة للمؤمنين ومرة للكفار، لكن المؤمن ما يجري عليه تطهير له وتمحيص، وما يجري على الكافر فهو إملاء له ليزداد. لا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قد يعجب قاصر النظر أو ضعيف الإيمان يقول لماذا الكفار في هذه النعمة وهذه القوة وهذه البلاد المزهرة وبلاد والمسلمون في هذه الصحاري الجافة اليابسة التي ما في؟ نقول هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لو أعطى المؤمنين في هذه الدنيا جزاءهم لأشروا وبطروا، والله لا يظلم أحدا، يعجل للكافر حسناته. شوف الله لا يظلم أحدا، حتى الكافر إذا أحسن الكافر الله يجزيه لكن يعجل جزاءه في الدنيا، أما المؤمن الله يدخر له جزاءه في الآخرة، وقد يعطيه في الدنيا ما يساعده ويعينه، لكن الجزاء الأوفى هو في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، حيوان يعني الحياة الكاملة، حياة كاملة في الآخرة، أما حياة الدنيا فهي حياة منتهية بالموت والفناء، وأما الآخرة فهي الحيوان، الحياة الدائمة التي لا يعتريها موت ولا مرض ولا فقر ولا أي ما يؤلم. نعم. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم
بين غلبتهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه. المسلمون انتصروا في بدر، قتلوا من الكفار 70 وأسروا منهم 70. في السنة التي بعدها وقعة أحد قتل من المسلمين أكثر من 70 واستشهدوا وأسر منهم من أسر. فتلك الأيام نداولها بين الناس، نداول الله الأيام بين الناس ابتلاء وامتحانا. لو كان المسلمون دائما ينتصرون ما كفر أحد على وجه الأرض، ولو كانوا دائما معذبين ولا يحصلون على شيء ما آمن أحد. والله يداول هذا بين هذا وهذا. نعم. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلب. قال الله جل وعلا في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، شو سببه؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. الله له حكم سبحانه وتعالى فيما يجري من الخير والشر، من النصر والهزيمة، من الصحة والمرض، من الفقر والغنى. نعم. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبتهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. نعم، هذا شأن المؤمنين. نعم. ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة، ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله ومن يريد الله ورسوله، ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. نعم، الله جل وعلا يجري ما يجري على الناس للابتلاء والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما نعرف حنا الصادق من غير الصادق إلا بالمصائب والمجريات التي تجري. نعم. ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم، فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والنصب وأضدادها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. نعم. ومنها يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. هل يدل هذا الحديث على أن جميع الأمة لا تعذب حتى العصاة منهم؟ قد يعذب العصاة بقدر ذنوبهم لكنهم لا يخلدون في النار. العصاة من المؤمنين
قد يعفو الله عنهم وقد يعذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم في الجنة، حتى إنه ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم يتفحمون من النار، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فتنبت أجسامهم وتعود لهم قواهم، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. نعم، فالمؤمن يصاب أيضا، يصاب بذنوبه، لكنه لا يستأصل مثل ما يستأصل الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الله سبحانه: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما نوع الفتن التي قد تصيب المؤمن في هذا الأمر؟ كثيرة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون، الفتنة الاختبار، يختبرون ليظهر الصادق في قوله آمنا والمنافق الذي إذا أصابته مصيبة انقلب على عقبيه، كما قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته أصابه خير، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. هذا الإيمان ضعيف غير متمكن، وهذا المنافق أيضا. الله يبتلي العباد بالمكاره، وهذا من صالحهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا لم يصب المؤمن بمصائب في الدنيا فهل يجب أن يقلق من هذا الأمر؟ يسأل الله العافية. لا، يسأل الله العافية، لكن ما هو صحيح. ما أنا مؤمن ما يجري عليه ما يجري في هذه الدنيا، ما أنا مؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين البلاء وبين العذاب والعقاب؟ يفرق بحالة العبد، إن كان مؤمنا فهذا ابتلاء وامتحان، إن كان كافر فهذا عقوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله سبحانه: وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: ما المراد بالوسيلة؟ القرب. الوسيلة القرب. ابتغوا إليه الوسيلة لطاعته سبحانه وتعالى، فالطاعة وسيلة، الطاعة وسيلة لأنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بالوسيلة ما يقوله الخرافيون، إنك تتخذ بينك وبين الله واسطة تقربك إلى الله وتشفع لك عند الله، هذا كذب، افتراء، جهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يحاول أرباب الشهوات إخراج المرأة المسلمة من حشمتها وسترها بطرق وحيل متعددة، ما النصيحة لفتيات الإسلام حيال هذه الفتن والابتلاءات التي تحيط بها، وما هي أسباب ثباتهن على الحق التي تنصحونهن بها؟ علينا الثبات على الدين وعلى العفة والحشمة والحياء، ولا يغرهن كلام هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يوقعوهن في البلاء وفي الانحراف. لا تلتفت المسلمة إلى كلام الأعداء، ولا تنخدع بمقولتهم أنهم ينتصرون للمرأة، وأن المرأة مظلومة، وأن المرأة مهانة، هذا كذب. المسلمة عزيزة ولله الحمد، معززة، مكرمة بالإيمان والدين والحشمة، هي عزيزة
مكرمة عند الله وعند خلقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعطاني رجل 70,000 ريال صدقة وقال إنها من مال حرام من الربا، وعندي فقراء معوزين جدا، فهل يجوز أن أدفع لهم هذا المال الذي أعطيت إياه؟ نعم نعم، هذا مثل المال الضائع، هذا مثل المال الضائع، يعطى للمصالح، يعطى للفقراء والمساكين، يعطى للمصالح والمشاريع، مال ضائع ليس له مالك، لأن الربا ليس له مالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها في الباحة ولها منزل في الباحة ومنزل آخر في مكة، تريد أن تنتقل إلى بيتها الآخر في مكة وتحد هناك، هل يجوز لها ذلك؟ ما هو بيتها، هي بيت الزوجية، بيت الزوج، تحد في بيت الزوج وليس في بيتها، فتحد في البيت الذي بيت الزوج الذي توفي وهي فيه حتى تكمل العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني العدة، عدة الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف قال في دعائه: غير أن عافيتك أوسع لي، في هذا الحديث طلب صلى الله عليه وسلم العافية، هل معنى ذلك أنه يشرع أن تطلب العافية وأن يندفع البلاء؟ أين إذا وقع الإنسان في شدة وفي محنة يسأل الله العافية والفرج، أن الله يفرج له، ولكن الحديث هذا ضعيف، حديث دعاء الطائف هذا حديث ضعيف لا يحتج به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ترك الصلوات والصيام سنوات كثيرة، فهل يقضيها؟ رجل ترك الصلوات وترك الصيام لسنوات كثيرة، فهل يقضيها بعد أن تاب من تفريطه؟ تكفي التوبة، يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة وعلى الصيام في المستقبل ولا يقضي ما تركه، لأن ترك الصلاة كفر، فهو حين ترك الصلاة متعمدا صار كافرا، فعليه أن يسلم من جديد وأن يحافظ على الصلاة ويتوب إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفعله بعض المحلات التجارية من وضع نقاط لمن يشتري منهم تزيد بزيادة مشترياتهم، يقول هل هذه الأمور جائزة؟ لا، ليست جائزة، هذه لأجل جلب الزبائن، جلب الزبائن، هذه تشبه تلقي الركبان، فلا تجوز هذه الجوائز، لأنها تجذب الناس إلى جهة تبذل هذه الجوائز، وتعطل الآخرون الذين لا يجعلون جوائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك جماعة في استراحة، فهل يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجماعة في هذه الاستراحة ولا يذهبوا إلى المسجد، علما بأن معهم كبار سن وأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا يسعهم وهم يسمعون الأذان قريبا منهم ويتركون الحضور، يذهبون، والعاجز يصلي في مكانه، العاجز مريض وكبير السن يصلي في مكانه، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: في بعض المدارس عندنا في فرنسا هناك منهج قد عرف فيه القرآن الكريم، هذا سائل من فرنسا يقول:
في بعض المدارس الإسلامية عندنا هناك منهج عرف فيه القرآن الكريم، فقيل عرب فيه القرآن. القرآن لا يمكن يعرف، هو عربي ما يمكن ترجم، يعني نص القرآن ما يمكن ترجمته، إنما يترجم معناه تفسيره، ترجمة معاني القرآن. أما ترجمة القرآن هذا ما يمكن، القرآن معجز، ما يمكن أن يؤتى بلفظ يوافق ألفاظ القرآن. نعم. ثم يقول حفظك الله: ومما قالوه في هذا المنهج إن القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هل قولهم المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر هذا. سم على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظه الرسول، حفظه ووعاه ثم بلغه لأمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أشتغل في مكتبة وأحيانا يأتي إلي بعض الطلاب لأجهز لهم بحوثا يقدمونها إلى معلميهم، فهل يحق لي هذا العمل؟ يجب أن تؤدب، يجب أنك تؤدب، لأن هذا غش وتدريب للطلاب على الغش، فأنت غاش وظالم، يجب أن تؤدب عن هذا العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك ترجمة لمعاني القرآن باللغة الإنجليزية ترجم معنى هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، قالوا معنى ذلك وترجمته: لقد أخفى الحقيقة من قال إن الله هو المسيح، هل هذا المعنى وهذه الترجمة صحيحة؟ كلام باطل، لا، ما هم بالإنجليز اللي ترجمون القرآن، ترجمها المسلمون أهل الإيمان أهل العربية الصحيحة، ما يترجمونها الإنجليز ولا الأمريكان، نعم، ما يتولونه ولا يمكنون منه، ترجمتهم مردودة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندي مال من الزكاة، فهل يجوز لي أن أشتري به مصاحف وأقوم بتوزيعها على المساجد؟ عنده إيش؟ مال من الزكاة. لا، الزكاة ما يشترى بها مصاحف، توزع على الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثمانية أصناف، لا يشترى بها مصاحف ولا يشترى بها بيوت ولا يشترى بها، بل تسلم للفقراء والمساكين الثمانية التي نص الله عليها، ولا يبنى بها مدارس ولا يقام فيها مشاريع. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب أخذ اللقطة إذا خيف عليها، هل يجب التقاطها؟ ما هو بخيف عليها، إذا أنك أنت أمين عليها، إذا أنك تأمن نفسك عليها وتقوم بواجبها حتى تجد صاحبها فخذها، وإلا اتركها، خذها غيرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كانت المرأة حاملا، فهل يشرع عند إرادة الجماع أن يدعو بها الدعاء الوارد: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أم أن هذا خاص بما قبل الحمل؟ ما هو خاص، هذا عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل: والحمل ما يجنب الشيطان؟ لصارت حامل ما تدعو الله أن الله يجنبها الشيطان؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز لي أن أفتتح مطعما علما بأن هذا المطعم سيأتي إليه نساء متبرجات وسيكون فيه اختلاط في الأكل بين الرجال والنساء؟ لا تسمح لهن، لا تسمح لهن يدخلن بالمطعم، امنعهن،
حط إعلان يمنع عن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند ورود اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة هل يصلى عليه حينئذ؟ إيه نعم، عند ذكره من مواضع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، عند ذكره في كتاب أو في كلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل اشترى بيتا بقرض ربوي، فهل يجوز أن أستأجر منه هذا البيت؟ البيوت كثيرة، دور غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب من بائعه ثم إبقائه عنده ولا يأخذه؟ إذا قبضه ثم رده وديعة عنده فلا بأس، لازم يقبضه ثم يودعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على البائع أن يوحد السعر لعامة الناس، أم أنه يجوز أن يبيع بسعر لفلان وبسعر آخر لفلان الآخر؟ ما يجوز هذا، أنه يجعل السعر واحد للجميع، سعر واحد للجميع، لا يجعل لبعضهم سعر وبل بعض الآخر له سعر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يعلق التمائم وقد نوصح في هذا الأمر لكنه يأبى لجهله أو لاستكباره، هل يهجر هذا الشخص أم كيف نتعامل معه؟ التمائم مش فيها المكتوب فيها معه إنسان القرآن، هذا بخلاف تعليقها أو عدم تعليقها بخلاف. أما إذا كان المكتوب فيها كلام باطل أو كلام كفر أو كلام لا يفهم معناه فلا يجوز استعمالها ولا تعليقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء للكفار وللمشركين بالمغفرة بعد موتهم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما يجوز الاستغفار للكافر، الميت ما يستغفر له، الميت لا يستغفر له من الكفار، أما الحي فيطلب له الهداية، تدعو له بالهداية ولا تستغفر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يذكره بعض الفقهاء من أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، هل هو قول الراجح؟ لا، ما هو راجح. الله جل وعلا ذكر النساء مع النساء مع في سياق واحد: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى قوله: أو نسائهن. الجميع حكمهم واحد، النساء والرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يريد أن يفتتح مطعما ويريد أن يسميه باسم مطعم سدرة المنتهى، أعوذ بالله، فهل هذا ما يجوز؟ سدرة المنتهى سميه باسم غير الاسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على سجادة فيها صورة للكعبة؟ يكره أنه يصلي على أو أمامه شيء فيه رسوم أو فيه، لأنه تشغل عن الصلاة. صلي على سجادة سادة ما فيها رسوم ولا فيها كتابات ولا فيها، نعم، لأنه تشغله عن الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من أراد العمرة فسافر إلى جدة أولا، هل له أن يحرم من جدة وهل جدة ميقات؟ إيش يقول؟ يقول: من أراد العمرة وسافر من الرياض
فهل له أن يحرم من جدة؟ وهل جدة تعد ميقاتا؟ إذا كان نوى العمرة من الرياض فيحرم من ميقات الرياض، وهو السيل الكبير يحرم من ميقات أهل الرياض. إن كان ما نوى العمرة إلا في جدة يحرم من جدة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الإخوة والأخوات من زكاة المال؟ نعم لا بأس، إذا كانوا فقراء فهم أولى بها، الأقارب أولى بها، صدقة على القريب عن صدقتين، صدقة وصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لعقد النكاح، هل يجوز أن يعقد عن طريق الهاتف فلا يكون الولي حاضرا في المجلس؟ لا، لازم من حضور شهود يشهدون على الولي، يشهدون على ما يجري من الشروط، لازم من حضور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل توفاه الله وقد توفي منتحرا، هل يجوز أن يعتمر وأن يحج عنه؟ كيف؟ يقول رجل توفاه الله وقد توفي منتحرا، هل يجوز أن يعتمر وأن يحج عنه؟ ما كونه انتحر ما يجعله كافرا، قتل نفسه، هذا قاتل لنفسه، وهذا لا يقتضي أنه يكفر بذلك، فيعتمر عنه. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسوة اتفقنا على حفظ كتاب الله فوضعنا قدرا من المال، من حفظت أكثر في وقت معلوم فإنها تأخذ هذا المال، جعلوه كالتشجيع للمنافسة على الحفظ، هل هذا العمل مشروع؟ لا بأس بذلك، هذا من الحث على حفظ كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لأنه قد ينفقها عليها، قد ينفق هذه الزكاة عليها ويردها عليها، تعطيها زوجها من غير الزكاة، لا أرادت تعطيه من غير الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أخطأ الإمام في القراءة، في قراءة القرآن، هل يجب الفتح عليه والرد عليه؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، فتحوا عليه، وقال لأبي بن كعب: أين أنت؟ لما حصل منه عليه الصلاة والسلام انغلاق في القراءة لم يردوا عليه، قال لأبي: أين أنت؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس عندما يصيبه شيء أو يخيفه شيء فإنه يدعو فيقول: يا أنبياء يا صالحين، ما حكم ذلك؟ هذا شرك بالله عز وجل، هذا الدعاء، الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة، لا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي أخ شقيق لا يطيع أمنا بل يعقها، ويقول: إنها كانت ظالمة لي في الصغر، يقول: هل هذا العمل أمر مشروع إذا كانت ظالمة فإنها تعق؟ لا، ما يجوز له يعق أمه، بل يجب أن يبر بها ولو كانت أساءت إليه، وما أظن إن أم ستسيء إلى ابنها، لكن على فرض هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم من يسمى بالقرآنيين الذين ينكرون الحديث الشريف ويقولون: نكتفي بالقرآن فقط؟ هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل، لأن
الحديث وحي من الله عز وجل، والوحي الثاني بعد القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام الرسول وحي من الله عز وجل، لفظه من الرسول ولكن معناه من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله جل وعلا، يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يقول إن ما نأخذ إلا القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه، يقول لا من فأخذه، إيش الكلام هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الإمام القرآن من هاتفه الجوال في صلاة الفريضة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يقرأ من الجوال من المصحف لا بأس. نعم. في صلاة الفريضة؟ لا، صلاة الفريضة ما يصل إلى الحد، يقرأ فيها ما تيسر من القرآن ولو من السور القصار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أو هل يشرع لكل مريض أن يجمع بين الصلاتين؟ إذا كان عدم الجمع يشق عليه يجمع، لأن من أسباب إباحة الجمع المرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أنا إنسان عندي حساسية وأتأذى من رائحة كثير من المصلين، هل يجوز لي أن أنفرد وأن أصلي في بيتي؟ إذا كان هذا يضرك ويؤثر عليك، فلك أن تصلي في بيتك إلى أن يزول هذا المانع. ما إذا كان هذا لا يضرك ولا يؤثر عليك، وإنما قد يكون أنه لا يناسب لك، أصبر عليه، وأيضا اجعل في منخريك شيء يسدهما عن دخول الروائح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته لكي تتساوى أطرافها؟ لا، اللحية تترك، أعفوا اللحى، أي اتركوها، لا تأخذوا منها شيء، لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، اللحية تترك على ما هي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للسواك مشروع عند الصلاة، فهل المقصود صلاة الفريضة وصلاة النافلة، أو هو خاص بالفريضة فقط؟ لا، ما هو خاص بالفريضة، عند كل صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي بنات لأخي أناصحهن بخصوص الحجاب، حيث إنهن لا يغطين وجوههن، لكنهن يقاطعنني ويقطعن صلتي، فما التوجيه في ذلك؟ نعم، انصحهن وبين لهن الحكم الشرعي، فإذا قاطعنك فالإثم عليهن. نعم، أنت أديت ما عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تتخذ ميدالية من الذهب لتضع فيها المفاتيح؟ لا، الذهب ما يتخذ ميدالية، ما يجوز، هذا من الإسراف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا جزمت بأن هناك نجاسة لكنني لا أعرف موضعها بالضبط، فكيف أطهرها؟ أهر الموضع كله، إذا شككت في النجاسة من الثوب يغسل الثوب كله، إذا جهلت موضعها من الثوب يغسل الثوب كله، إذا جهلتها في البقعة تغسل البقعة كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم البول قائما أكرمكم الله، هل هو أمر مشروع؟ عند الحاجة مباح،
إذا كان في حاجة إلى البول قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما لما احتاج إلى هذا. إذا كان إذا جلس يتلوث فيتحفظ ويبول قائما، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان أبواها يؤثران عليها ويحدثان عندها كراهية لزوجها، فله أن يمنعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل مات وهو عاص لله عز وجل، كيف أستطيع، يقول، أنا أن أكفر عن هذه المعصية التي فعلها صاحبي؟ ما هي المعصية؟ إذا كان عليه دين أو عليه حق لأحد، أن تقضي عليه، تقضي دينه، هذا ينفعه بإذن الله ويبرئ ذمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه يشرع للمسلم أن يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن حتى يختمه في شهر؟ أي نعم، هذا أقل شيء، أنه يختمه في كل شهر مرة، أقل شيء. نعم، ولو ختمه في كل عشر أو في كل ثلاث كما كان السلف، هذا أطيب وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر وشد الرحال لأجل التعزية بالميت، هل هو أمر مشروع؟ لا، غير مشروع، ما حاجة إلى السفر، تعزيهم بالتلفون بالجوال وأنت في مكانك، ولا حاجة للسفر. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يشرع أن يصنع أهل الميت للمعزين طعاما إذا أتوهم؟ لا، أهل الميت ما يصنعون طعام إلا لحاجتهم هم، ولا يصنعون للزوار، والعكس، الواجب أنه يصنع لهم طعام، يقدم لهم طعام. نعم. انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.